السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الأحبة في هذه التغطية المستمرة من قناة الأيام الفضائية لمواكبة الأحداث في غزة وما يدور حاليا. اليوم فجعنا منذ الساعات الظهر وبدأ الإخلاء القصري في مجمع الشفاء. منذ 3 نوفمبر بدأت الاستهداف لقافلة الإسعافات لهذا المجمع. من بعد ذلك في 6 نوفمبر استهدفت الألواح الشمسية وقطعة الكهرباء والماء والأغذية عن المجمع. وفي 10 تم استهداف محيط المستشفى. أما في 12 نوفمبر فقدت الاتصالات وخاصة الأونروا وأيضا منظمات الصحة العالمية الاتصال مع هذا المجمع، وكان ذلك الاستهداف بموافقة أمريكية وهي التي شجعت على الاقتحام مدعية أنه في أنفاق عسكرية لحماس تحت هذا المشفى. لكن سبحان الله حبل الكذب قصير، فقناة الإسرائيلية قناة 12 قالت أنه لا يوجد مؤشر ولا يوجد أصلا أي ثكنة عسكرية ولا حتى أسرى موجودين. وما نشرت من أدلة اللي زعمها دانيال هاغاري خلال الأيام الماضية بالتصوير كانت واهية وسخيفة، وأكيد كانت مضحكة للجميع بما عرضه من وجود كلاشينكوف واحدة في المجمع، وممكن أن تكون لأحد الأمن الموجودين في هذا المجمع الذي يتكون من 3 مستشفيات وفيه 30,000 نازح ومرضى وجرحى. الوضع في المستشفى طبعا يعني ماذا نقول، الوضع حاليا موجود 5 أفراد فقط هم من الكادر الطبي مع وجود تقريبا 600 شخص بين جرحى ومصابين وبعض المرافقين لهم وبعض النازحين الذين لا يستطيعون المغادرة. الاحتلال طبعا أبلغهم بالخروج من المستشفى خلال ساعة واحدة، وإلى الآن بعد 5 كيلومتر لم يصل نازح واحد. الإعلام منتظر في شارع صلاح الدين نازح واحد لكي يصل خلال هذه المسافة التي لا نعلم. الاحتلال منع جميع الصحفيين واعتقلهم إذا كانوا موجودين في المستشفى، طبعا هو أخلاهم مسبقا لإقامة المجازر والإبادة. رح نتعرف على كثير من الهجمات هذه ولماذا الاحتلال بالتحديد يهاجم المستشفيات وما الغاية من ذلك، ويمكن أن إنتاج أفلام حالية مفبركة في المستشفى وما تفكير الاحتلال. رح نتكلم كل هذه المواضيع مع ضيوفنا. نبدأ مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حسين الكناني عضو مركز الهدف للتحليل السياسي. أهلا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديك الكرام، حياكم الله. كل يوم نتساءل في كل لحظة لماذا يستهدف الاحتلال الصهيوني المستشفيات وبالتحديد حاليا هذا الاستهداف المتعمد لمجمع الشفاء. الجيش الإسرائيلي يبحث عن صورة للنصر، والأهداف التي أعلن في بداية الحرب أعلن عن عدة أهداف لا أعتقد أنه يستطيع، ومنذ البداية ذكر الكثير من الخبراء الأمنيين أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق، وأيضا الواقع والقراءات تشير على أن هذه الأهداف مستحيلة بل متعذرة التحقق بالنسبة للجيش الإسرائيلي. الأهداف التي ذكرها هو القضاء على حماس، وحماس ما زالت تقاتل بعد مضي أكثر من 40 يوم، وإمكانية بقائها احتمالية كبيرة جدا، خصوصا أنها تملك ولديها أكثر من 30,000 مقاتل مسلح، وإمكانية أن تطول الحرب لعدة أشهر بل لسنوات احتمالية باقية مواردة. الهدف الآخر هو يعني الدخول أو التهجير القسري لقطاع غزة. أيضا هذا مشروع لطالما روجت له الماكنة الإعلامية والكثير من السياسيين في جيش الاحتلال من أجل إعادة احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. لكن الشعب الفلسطيني وأهالي غزة بالخصوص باعتبارهم قد تم تهجيرهم منذ النكبة الأولى، وبالتالي هم ليسوا بصدد ترك أراضيهم بأي شكل من الأشكال، ما زالت غزة صامدة.
رغم الوحشية والهمجية. الكيان الصهيوني يحاول بعد أن عجز عن استهداف الأهداف العسكرية حول بوصلته نحو أهداف مدنية، وكان أبرزها المستشفيات. المستشفيات في العرف الدولي والقانون الدولي تعتبر من الخطوط الحمراء، وبالتالي لا ينبغي استهدافها بأي شكل من الأشكال. لكن اليوم وكائل الإعلام العالمية تتعامل مع القضية على أنها مسألة طبيعية أن يقوم الكيان الصهيوني باستهداف المستشفيات. استهدف أو أخرج من الخدمة أكثر من 35 مستشفى، استهدفهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي أصبحت المسألة كأنها مسألة طبيعية أن يقوم جيش ما باستهداف المستوصفات والمستشفيات الطبية أو فرض عقوبات وحصار على مدن كاملة. نعم. طيب. في نهاية المطاف يعني يحاول كما ذكرنا أن يحول هذه المستشفيات إلى قلاع، حتى فيما لو دخلها يعتبر قد حجز أو أحرز نصرا كبيرا ومدويا على أهالي غزة وعلى حماس. في نهاية المطاف يبقى هذا المستشفى هو القشة التي سوف تكسر ظهر البعير. في نهاية المطاف أيضا أنه اليوم انكشف أمام الرأي العام وأمام الفضائيات كذب ويعني وإجرام الكيان الصهيوني ومن يقف معهم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. التي لطالما تتبجح وتتباكى على حقوق الإنسان. نعم. اليوم أكثر من 5000 طفل وأكثر من 4000 امرأة من النساء، كل هؤلاء تم قتلهم واستهداف المباني السكنية. نعم. وقتلهم على رؤوس ساكنيها. لكن حابة أنوه أنه أيضا في عندنا تشاهدون أيضا على الشاشة الشعب اليمني الذي انتهض الآن وخرج في هذه التظاهرات، الشعب المقاوم الذي أعلن، الشعب الوحيد الذي أعلن المقاومة رسميا من أجل إخواننا في غزة، موجودة هذه الصور المباشرة. أيضا رح ننتقل إلى سكايب الأستاذ حسان عليان كاتب ومحلل سياسي من لبنان. أهلا بك أستاذ حسان. أيضا نفس السؤال، برأيك لماذا يستهدف الاحتلال الصهيوني المستشفيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ضيف الكريم للمشاهدين، التحية إلى أهلنا في غزة على الصمود والصبر واللقاء. غزة هاشم. التحية في اليوم 44 من التقويم التحليلي الجديد لأني أسميه، ويوم العبور ل 27، نحن في 43 يوم من طوفان الأقصى. لهذا التقويم الأساس في تحرير فلسطين، هو وضع الخطوة الأولى على تحرير فلسطين وليس ما بعد 27 كما هو قبل 27. العدو الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا بعد الصفعة الكبيرة الذي تعرض له الكيان الإسرائيلي في يوم طوفان الأقصى في يوم العبور لم يستفق حتى هذه اللحظة، ولم يصحو من هذه الصدمة التي كادت أن توصل الكيان إلى انحدار غريب وكبير وعظيم. والكيان الإسرائيلي تعرض لزلزال على المستويات، على مستوى طوفان الأقصى، أحدث طوفان في الوعي، طوفان في الأمن، طوفان في الجيش، في الاقتصاد، في السياسة، في هيكلية الدولة. اليوم العدو الإسرائيلي علينا، وهذا الكيان المؤقت يعيش وضع وجودي بكل معنى الكلمة. لذلك أرمل الغرب المنافق والمخادع وعقد مجلس حق في أمريكا، وتقاطرت كل هذه الدول التي تتشبث بحقوق الإنسان وبالديمقراطية والحريات وكشفت عن أنيابها، وظهر الوجه الحقيقي لهذا الغرب المتصهين. وطوفان الأقصى أسقط كل هذه الأقنعة، وتبين أن هؤلاء هم شركاء فعليون في جرائم الحرب والإفادة التي ترتكب في داخل غزة والضفة الغربية وكل فلسطين. لذلك أنا باعتقاد أن نتنياهو بعد كل هذا لغة الانتقام وغريزة الانتقام التي قامت عليها إسرائيل منذ البدايات، هي قامت على القتل، وبالتالي هي ليس بالغريب على هذا الأمر، ولكن الغريب التمادي في الإجرام وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتغطية الكاملة من بايدن الخرف وماكرون وشولتز وسوناك وكل هذه المنظومة الغربية، وبشكل واضح وفاضح وكاشف لعورات هذه الدول التي تزعم بأنها كانت تريد أن تعطينا الديمقراطية فيما يسمى بالربيع العربي. نتنياهو لذلك لجأ لكل هذه الأساليب الهمجية، لأنه أساسا ليس عنده أهداف في الحرب،
يعني أي دولة في العالم عندما تقود حربا يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية للمواجهة، وما هو المسار وما هي الأهداف التي المرجوة من خوض أي حرب. لذلك العدو الإسرائيلي لغاية هذه اللحظة هو يتصرف بغريزة الانتقام وغريزة القتل من أجل القتل. يعني هو اليوم العدو وجيش الصهيوني يقاتل في غزة وفي الضفة الغربية، يقاتل من أجل القتل وليس من أجل القتال لتحقيق أهداف. لذلك هو يعني اليوم ما يقوم به من تدمير المرافق الصحية أو استهداف الإعلاميين أو استهداف مثلا شركات المي والاتصالات وكل ما له علاقة بالحياة، ومنع وخنق كل غزة بالكامل على مرأى العالم، القتل هذا الفيلم الطويل الذي لم ينتهي بشكل تعدادي لكل يوم نعد أعداد الشهداء والجرحى وهم أصبحوا بالأربعين ألف تقريبا، وتدمير معظم المساكن والمباني ويتشدق العدو بأنه يريد أن يحقق الانتصار. اليوم نتنياهو في مأزق حقيقي، يريد أن يرفع علم، هو استطاع أن يرفع علما على أنقاض غزة، على أنقاض مستشفى الشفاء، ظن منه باستطاعته أن يتقدم في تحقيق أهداف استراتيجية. نعلم تماما أن الانشقاقات والتصدي على مستوى بنية هذا الكيان، وأيضا فيما يتعلق بالحكومة اليوم هناك خلافات عميقة ومستحكمة بين نتنياهو وبني جانس، وأيضا بين جالانت، وكل واحد له أهدافه في هذه الحرب. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي يتمادى، ولكن أيضا في المقابل أستاذ حسن معنى كلامك أنه أيضا من ضمن الحكومة الصهيونية في انقلابات وفي اختلاف الرأي. هذا اللي أردت أن أقوله، أن هناك انشقاق وهناك اختلافات كبيرة جدا على مستوى أخذ القرار. حدثت الأمس عندما قرر نتنياهو نتيجة طلب أمريكي وضغط أمريكي بإدخال بعض المشتقات من الوقود من أجل تشغيل مولدات المستشفيات والإنترنت والهواتف والاتصالات، ولكن حصل هناك هجمة كبيرة من بيني جانس، من جالانت، من هاليفي، من كل هذه المجموعة الأمنية، أن هذا الأمر معنى ذلك تنازل وتقديم خدمة بالمجان لحركة حماس كما يقول. أنا باعتقادي اليوم الأمريكي يضغط لأن هناك عزلة فعليا يعيشها الكيان الإسرائيلي، وهناك كراهية بدأت تتبدى خصوصا في المجتمع الغربي، وأيضا الأمريكي اليوم في مأزق حقيقي، كيف يمكن أن يستمر بتغطية هذه الجرائم إلى ما لا نهاية في ظل وضع داخلي أمريكي أيضا صعب فيما يتعلق بالانتخابات. هناك أمور كثيرة معقدة، لذلك هو سعى من أجل تحقيق إنجاز ما في شمال غزة، ولكنه فشل من تحقيق أي من هذه الأهداف. حتى التوغل البري اليوم المقاومة تمني يعني تصيبه بمقتل كل يوم، وشاهدنا بأمس الفيديوهات في القنص المباشر وشقة أنزلت على رأس الجنود، وهذا الأمر مرعب، والصواريخ ما زالت تطلق باعتقاد العدو ما زال مربكا ويتخبط فعلا. سنكمل معك أستاذ حسان، لكن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو حسين الكناني. أستاذ حسين، قلت من أسباب استهداف الكيان للمستشفيات هو استهداف لحماس، لكن يوم أمس أبو عبيدة صرح بأنه يواصل المقاتلون عمليات التصدي للقوات والإسرائيلية المتوغلة في غزة من عدة محاور، وأيضا أنه دمر 62 آلية عسكرية، وقال ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء هو أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية. إذن معنى كلام أبو عبيدة أنه هذا حتى هذا الاستهداف لم يؤثر ولو بذرة على المقاومة الفلسطينية. نعم، نحن قلنا أنه الجيش الإسرائيلي يحاول ويبحث عن صورة للنصر، وعندما قام باستهداف أغلب الأبنية اللي موجودة في غزة، وما زالت حماس تقاتل وما زالت الصواريخ تطلق باتجاه الداخل الأراضي المحتلة، لم يبقى سوى يعني المستشفيات التي تعتبر نقطة تجمع للفلسطينيين الذين هدمت منازلهم في نهاية المطاف. هو عندما يدخل إلى هذه المستشفيات وكأنما أحرز انتصارا كبيرا على غزة من أجل إعلان حالة الانتصار، لكن أيضا تم فضح هذه المحاولة وبشهادة حتى إعلاميين من داخل الكيان الصهيوني، وهذه المحاولة يعني هذه الفرصة فوتت على جيش الاحتلال، ولم يبقى لديه سوى هدف واحد، وهو كما ذكر ضيفكم هو قتل المدنيين. يعني لا يوجد أي مبرر لعمليات القتل التي يقوم بها جيش الاحتلال، هو المزيد من القتل.
ومن أجل أن يشفي غليلة والحقد وكمية الحقد الكبيرة باتجاه الشعب الفلسطيني. أيضا يحاول عندما يقوم بهدم هذه المستشفيات هو في الحقيقة يحاول أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويدفعهم نحو التهجير القسري، وهذا ما لاحظنا تكراره عند الكثير من المسؤولين حتى على مستوى شخصيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رفض مسألة التهجير القسري، وكأنما أكو هدف غير معلن من قبل جيش الاحتلال وهو عملية دفع الفلسطينيين نحو الهجرة لسيناء، وبالتالي يتم تصفية القضية الفلسطينية. يحاول قدر الإمكان الدفع والضغط على أهالي غزة من خلال استهداف هذه المستشفيات. نعم. طيب أنتقل إلى أستاذ حسان. يعني أبو سليمة هو محمد أبو سليمة المدير المستشفى الشفاء، بداية ادعى الاحتلال الصهيوني بأنه المدير هو الذي طلب بإغلاق المستشفى، لكن هو يوم أمس عبر اتصال في إحدى القنوات قال فإن طبعا استشهد 54 شخص، وقال بأن المكان صار هو مكان للموت وأنه ثكنة عسكرية، وحذر دوليا بما يحمد عقباه انه ممكن ان يحدث. وفعلا صباح هذا اليوم تم تهديد بالاخلاء، وقال ايضا اليوم صرح بان الذين ما زالوا على قيد الحياه هم من الاطفال والخدج والمرضى، فمن يتحمل هذه المسؤوليه؟ اين المنظمات العالميه والدوليه من ما يحدث؟ نعم استاذ حسان، تسمعني. صدر قرار قبل يومين تقريبا من مجلس الامن تحت رقم 2712، ماذا يحمل هذا القرار؟ مشروع القرار اساسا كان ينادي او يطلب مثلا هدن انسانيه من اجل تقديم مساعدات وفتح معبر رفح. هون على فكره اشاره للاسف ان هذه الامه العربيه والاسلاميه لم تستطع ان تضغط بفتح معبر من اجل ادخال مساعدات، والمعبر هو عربي فلسطيني مصري، وهذا ايضا برسم الانظمه العربيه والاسلاميه الرسمية، بعض الأنظمة حتى لا أعمم، لأن هناك مواقف مشرفة على لسان الرئيس والوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس الإيراني، الرئيس بشار الأسد. هذه الخطابات الكبيرة والعظيمة التي لامست إلى حد ما المآسي التي يعيشها الفلسطينيون، سوف نتحدث عن هذا الموضوع. الأمر الآخر أنا باعتقادي يعني مثلا هي فضيحة كبيرة بكل معنى الكلمة، إضافة لأن هي مخالفة للقوانين ومواثيق جنيف الدولية التي تمنع دخول المستشفيات تحت أي اعتبار، حتى لو كانت هناك عمليات عسكرية تبقى المستشفيات تقوم بخدماتها. لكن ما قام به العدو الإسرائيلي هو ضرب بعرض الحائط كل الأنظمة والقوانين الدولية بغطاء مباشر من الأمريكي. اليوم أمريكا وإسرائيل هم وجهان لعملة واحدة في الكراهية والإجرام والقتل والحقد والعنصرية، وهذا الأمر أصبح مطبوع حتى في المجتمع الدولي. هناك اليوم أصوات ترتفع من رئيس وزراء بريطانيا، رئيس وزراء كندا، أيضا في فرنسا، وهناك إضافة للتظاهرات الضخمة في المجتمع الغربي. أنا باعتقادي إضافة للي يحصل في الأمة العربية، ولكن يعنينا اليوم انقلاب الصورة في المجتمع الغربي التي فضحت نتنياهو بأن يقدم دليل. أمريكا على لسان أعتقد واشنطن بوست قالت أن تمنينا، والبي بي سي والسي إن إن ذهبوا مع الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي ليقدم لهم دليل دامغ ماذا كشف تحت مستشفى الشفاء الطبي. هذه الأسلحة هي أسلحة لحرس المستشفى الطبيعي، ولكنهم تركوا أسلحتهم وظهروا. أما حتى الأنفاق هي أنفاق معلومة لدى الإسرائيلي منذ عام 1980 عندما كانت غزة محتلة من الكيان الإسرائيلي. حتى مسرحية الرنتيسي، مستشفى الرنتيسي قبل أيام تبين كذب ادعاء الناطق العسكري، وهناك تهكم وتندر وسخرية من الناطق العسكري في داخل المجتمع الإسرائيلي. ماذا قدم سوى مسرحيات؟ لذلك نحن أمام تحول يبنيه المجاهدون الأبطال. وقبل قليل كنت أقرأ على لسان أحد قيادات حماس لن نغادر غزة، سنبقى هنا، نموت على أرضنا، وبالتالي هناك 800,000 موجودين، إضافة اللي قالوا ضيف الكريم في استوديو، ما زالوا موجودين في شمال فلسطين المحتلة، شمال غزة عفوا. وهذا التهجير القسري منع، ولكن هناك تهجير مبطن اسمه التهجير الطوعي، التهجير الإنساني. تحت هذه العناوين يريدون أن يهجروا من شمال إلى جنوب، وبناء 200,000 خيمة بإدارة الأمم المتحدة، ولكن
قتلش رفض هذه المسألة ما لم يكن هناك موافقة من قبل القائمين على الأرض. يعني بذلك حماس قام بانتقاله العدو الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا، واليوم نتنياهو كل من يخالفه ينتقده. هاجم أردوغان، هاجم القمة العربية والإسلامية، هاجم ماكرون قبل أيام. اليوم في مشكلة بينه وبين الإدارة الأمريكية في مقاربة الملفات. اليوم المشكلة عند الأمريكي والإسرائيلي أنه طبعا أستاذ حسان، أنت ذكرت ما دار في مجلس الأمن الدولي قبل أيام. طبعا أنا تابعت المشاريع التي تحدث بها، سواء كان المتحدث الروسي الذي أشار لماذا المشروع الأمم المتحدة كان بدون توقف لإطلاق النار، فقط هدن، لم يصادق ولم يوافق على المشروع الروسي، ثم وافقوا على المشروع مالطا. مالطا قالت بأنه هدن مثل ما تفضلت حضرتك، وممكن يعني فتح عدة معابر لإدخال المساعدات، وكانت الموافقة ب 22 صوت. إذن مجلس الأمن الدولي لا يبالي لمدى خطورة فقط كلمة هدن بدون الإشارة لتوقف إطلاق النار وغيرها، مثل نقل للجرحى. اليوم تذكرت اليوم ممكن أنه بعض الدول المجاورة مثل مصر أنه تأخذ بعض مثل المرضى والجرحى الحالات الحرجة بنقلها إلى أقرب نقطة اللي هي نعرفها العريشية، قريبة في قريبة على معبر رفح. للأسف إني على فكرة 12 دولة اللي وافقوا، ثلاثة امتنعوا منهم روسيا وبريطانيا وأمريكا. المؤسف أن المجتمع الدولي يجتمع من أجل الإفراج عن 200 رهين أو أسير يسمونه رهائن، وهناك 40,000 من الشهداء والجرحى والتدبير الكامل وللمستشفيات وللأطفال والقداش. لم ينظر إليهم العالم، حتى من دول الإمارات لم تتحدث عن معاناة الفلسطينيين وعن أهل غزة، تحدثت عن المدنيين الإسرائيليين أكثر من هكذا صلافة لم نشهد في التاريخ. وبالتالي اليوم يريدون أن ينشئوا مستشفيات عائمة في البحر. لماذا؟ حتى لا تعطى مصر صلاحية أن تكون لها اليد في هذه المسألة، وأن تكون كل المساعدات بالقطارة كما يقال بتفتيش الكيان الإسرائيلي في البحر. وهذا أمر خطير جدا أن يفرض على مصر. هناك اليوم رشوة جديدة من الاتحاد الأوروبي بتقديم 10 مليارات يورو لمصر من أجل مساعدتها في استقبال بعض النازحين، والقول أنه ممكن أن يعودوا إلى الوطن مرة أخرى. هذا التهجير له ارتباط في مشروع منذ 20 سنة، من 2007 مرسوم له هذا المشروع. وبالتالي كان هناك مؤامرة حتى من بعض الدول العربية من أجل إفراغ غزة لتكون مشاريع سياحية تستفيد منها الإسرائيلي ويستفيد منها المصري السلطة الفلسطينية، وأن تكون غزة منتجع سياحي. للأسف هناك خطورة. اليوم ما يجري تهجير ومشروع غونغوريون من إيلات إلى عسقلان إلى هذه المنطقة وتحديدا شمال غزة هو من ضمن المشاريع المرسومة وبموافقة بعض الأنظمة العربية التي تتماهى اليوم مع المشروع الصهيوني. الخطر اليوم على أهل غزة وفلسطين هو ذلك. وأنا باعتقادي اليوم نحن أصبحنا في مقلب عام. أي يسطره اليوم الأطفال في الميدان هو من يرسم المستقبل. ليس لهؤلاء إرادة أن يستقبل أن يرسموا مسار التاريخ لفلسطين. فلسطين أصبحت قضية مركزية اليوم على طاولة المفاوضات في العالم. لن يستطيع أي أحد بعد الآن أن يغير من خارطة فلسطين. وأنا كما ذكرت في البداية 27 هو 1/1 ليوم 43 اليوم في طوفان الأقصى. هذه أجندة جديدة، وهذه اليوم تقويم جديد لتحرير فلسطين. لا أبالغ في ذلك، لأول مرة تجرى حرب فعلية على أرض فلسطين بين فلسطين وبين الكيان الإسرائيلي، على اعتبار أن غزة هي أرض فلسطينية. ما قبل أيام قال علينا أن نرحل عرب غزة حتى لم يعطيهم هوية فلسطينية لتنظيم قسم. نعم سنكمل معك أستاذ حسان عليان من لبنان، لكن أنتقل إلى ضيفنا في الاستوديو حسين الكناني. ما سمعت وما تحدث به أستاذ حسان برأيك بالاستهداف وما آل إليه من الرأي الدولي، اللي حد الآن لا يوجد موقف دولي حول ما يجري في وفي، خاصة ذكر أيضا أنه من ضمن عدم الاستهداف للمستشفيات في جنيف الرابعة كان مقر بأنه لا يمكن استهداف المستشفيات وغيرها من القوانين التي ضربت عرض الحائط. المجتمع الدولي والدول الغربية بالخصوص شريك في هذه الحرب. الولايات المتحدة هي من تسلح وفتحت جسرا جويا بينها وبين الكيان الصهيوني.
أرسلت البارجات الحربية وناقلات الطائرات وحاملات الطائرات، أرسلت غواصات نووية للبحر المتوسط في نهاية، بالإضافة لدعم بال يعني بالقنابل الثقيلة من أجل استهداف أهالي غزة. هم شريكون وهم رفضوا بضرس قاطع مسألة وقف إطلاق النار، وأعتقد أن الولايات المتحدة هي ركن أساسي من أركان الحرب، وهذا ما يفسر عملية استهداف المصالح الأمريكية من قبل محور المقاومة في المنطقة. بالنسبة للدول الغربية مثل بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الكثير من الدول الأوروبية أيضا هي منخرطة بشكل كبير بهذه الحرب، وهي تعتبر أنه هذه الحرب حرب وجودية بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وواقعا هذه عملية طوفان الأقصى عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وبالتالي لا يمكن يعني بأي شكل من الأشكال السماح لنكبة أخرى لأهالي غزة. طيب. طبعا وهذا الخيار يعي جيدا الفلسطينيون، ومن هنا نعتقد أنه كل الخيارات التي راهنت عليها إسرائيل سوف تفشل. اليوم نحن إمكانية أن تتوسع هذه الجبهات بشكل كبير، وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة. اليمن بشكل رسمي انخرط بهذه المواجهة، اليوم أعلن عن استهداف كل السفن الإسرائيلية سواء كانت متوجهة للأراضي المحتلة أم لا. أيضا الجبهة النشطة في جنوب لبنان احتمالية أن تتوسع هذه الجبهة، والآن هذه المعارك التي العمليات العسكرية التي يشهدها الجنوب والاستهداف المستمر لنقاط عسكرية، طبعا هذه يشكل خطرا وضررا كبيرا على الكيان والداخل الصهيوني. اليوم نشاهد مستوطنات تم إخلاءها بشكل في الجليل، نعم. إخلاءها بشكل كامل، وهذه أول مرة تحصل مع الكيان مع وجود يعني القرى اللبنانية في الجنوب. صحيح. كل هذه المتغيرات قطعا سوف نشهد تحولا في هذه المعركة، ولا أعتقد أنه سوف يحقق العدو أي من أهدافه. طبعا الكيان الصهيوني يعني مثل ما تفضلت هذه المقاومة من اليمن وغيرها لم يحرز تقدما إلى الآن، وإنما كأنما ردة الفعل هو لضرب المدنيين وإخلاء المستشفيات وما إلى ذلك. الكيان الصهيوني فكرته الآن هو الانتقام، ما يفعله برأيي أنا الانتقام، لأنه لم يحقق أي تقدم عسكريا. الملفت للنظر أستاذ حسين، اليوم مدير المستشفى في مجمع الشفاء قال سيتم إجلاء كل المرضى وحالات خطرة وحالات أقامت بعمليات كبرى، وكل هذا الإجلاء بموافقة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تتفرج، عجزت عن أن تقوم بمسؤولياتها، عجزت عن وقف إطلاق النار، استخدام يعني ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية كان يعني معيب جدا بحق الأمم المتحدة، حتى أنه الأمين العام للأمم المتحدة سمى الأسماء بمسمياتها واتهم الكيان الصهيوني وقال أنه هذه مساواة بين الحق والباطل، وأيضا هذا ما ذكره الرئيس الصيني، وبالتالي نقض قرار أصدر يعني حاولت أن تمرره وتشرحه الولايات المتحدة الأمريكية. والآن هي تتفرج، لأنه الكل يعرف أنه الأمم المتحدة هي تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، والآن نشاهدها عاجزة لا تستطيع أن تقوم بمهامها. الكيان الصهيوني لا يحترم حتى الأمين العام للأمم المتحدة، وأهانه بشكل علني وطالبه بضرورة يعني تقديم استقالته. الأمين أيضا يعني المنظمات الأخرى، منظمات حقوق الإنسان، انتقدت بشكل واضح، تقريبا كل الدول المجتمعة أدانت الكيان الصهيوني واتهمته بالجرائم بحق الإنسانية، وأنه هذه جرائم حرب يرتكبها الكيان بما يعني بكل ما للجرائم يعني ما تسمى بمعنى الكلمة. في نهاية المطاف أعتقد اليوم هنالك توجه من بعض القوى بدأت تغير من مواقفها السابقة،
وتصرح وتشير على أن الكيان الصيني يرتكب جرائم حرب بشكل واضح وطبعا ومدعوم كما ذكرنا من قبل الإدارة الأمريكية. طيب ننتقل إلى أستاذ حسان عليان. طبعا أضاف مصدر بأن الكيان الصهيوني الآن يمشط ويحفر ويبحث داخل المستشفى عن ما هو ممكن أن يكون الكيان الآن ممكن أن يزيف بعض الحقائق، وخاصة بعد إبعاد الإعلام وكل اللي يحاول يصور أنه في المجمع. واحد من الأمور الذي يعتمدها العدو الإسرائيلي اليوم، ليس هناك بالمجال أي وسيلة إعلامية إسرائيلية أن تكون حاضرة في الميدان، وهناك رقابة على كل ما يصدر بالإعلام الإسرائيلي. اليوم الإعلام الإسرائيلي ينقل ما ينقل الجيش، لذلك أنا باعتقاد استهداف الإعلام وطمس الصورة ومنع وكم الأفواه ومنع نقل المعلومات بشكل واضح، وخصوصا ما تعرضت له الزميل الميادين، وأيضا استهداف أولي 50 شهيدا اليوم في وسائل الإعلام التي تنقل الصورة للعالم. أنا باعتقادي هذا الأمر أيضا فشل العدو الإسرائيلي في طمسه وطمس الحقيقة وما يجري من مجازر وإبادة في غزة، أيضا حتى في الضفة الغربية. هذا أمر يمكن تحدث بعد شوي عن عنصر الفاعلية للمقاومة في مقر المقاومة في داخل الضفة الغربية. نتنياهو أيضا فشل في أن يفبرك أو أن يزور هذا التضليل الإعلامي الذي مارسته أمريكا على لسان بايدن في البدايات، وأيضا نتنياهو في أن يكون هناك سردية أن الرواية الإسرائيلية تقول هناك قتل للمدنيين في بلاد غزة. كل هذا الأمر سقط بعد أيام عندما وصلت الصورة إلى المجتمع الغربي، وهناك اليوم ملايين في كثير من الدول، حوالي 40 دولة اليوم يكون فيها متظاهرات عشرات الآلاف، وصل التظاهر في لندن إلى مليون الأسبوع الماضي، واليوم في تظاهرة أو بالأمس في واشنطن كذلك. أنا بتصور اليوم الرأي العام ضاغط في المجتمع الغربي ويؤثر كثيرا على مستوى القرار السياسي، ونعرف تماما أن المجتمع الغربي يراهن على صندوق الاقتراع، مش مثل عنا في العالم العربي، أنظمة العربية لا تكترث، هي شريكة الآن للأسف بهذا الصمت، هي شريكة بالقتل، هي شريكة بهذه الجريمة. ربما يكون هناك اتفاق تحت الطاولة، هناك فترة سماح أعطيت نتنياهو لتحقيق إنجاز ما، لذلك هم يتحدثون عن دخول الى مستشفى الرنتيسي ومستشفى الشفاء الطبي لتحقيق ما انجاز ما ليقول فيما بعد ان كانت هناك غرفه عمليات. لماذا لا يكشف هذا الامر في البدايات لو كان هذا الامر صحيح؟ ولكن هذا التخبط وهذا الارباك الموجود عند العدو الاسرائيلي ووسائل الاعلام وقياده الجيش المهزومه، ولذلك انا باعتقادي الغرب يريد ان يحقق نتنياهو شيئا ما، كما قال بلينكن قبل ايام، انا واثق بان هناك أنفاق داخل مستشفى الشفاء، هكذا قال. حتى بايدن قال لشي جين بينك رئيس الصيني أنه فعلا هناك معلومات دقيقة أن هناك أمر ما في مستشفى الشفاء، لذلك هم يكذبون حتى اللحظة. أنا باعتقادي اليوم إسرائيل وأمريكا استفادت كثيرا بالكذب وبالمجازر، ونجحت في ذلك بالكذب والمجازر، لكن دون ذلك هناك سقوط مريع. هناك أصوات اليوم ترتفع في الكونغرس الأمريكي وفي الخارجية الأمريكية يقعون على رسائل لتغيير التعاطي بالسياسة مع الكيان الإسرائيلي المنهار، لذلك هناك أصوات ترتفع اليوم في أمريكا. إلى متى سوف تبقى إسرائيل عبء على الخزينة وعلى على الموازنات التي تقدم إلى دولة؟ نعم أستاذ حسان، وهذا ما يهدد حكومة أمريكا وإسرائيل حاليا من أن شعوبهم قامت بالانتفاضة عليهم. لكن سننتقل إلى عبر الهاتف أستاذ أشرف أبو الهول، محلل سياسي من مصر. أهلا بك أستاذ أشرف. أهلا وسهلا، تحياتي لحضراتكم. تابعت ما تحدثنا به قبل قليل، ذكرنا الدور المصري، ونتمنى أن نعرف ما رد فعل الشارع المصري بعد الإخلاء القسري لمجمع الشفاء. يعني بالتأكيد هناك غضب مصري عالم، ليس فقط على الإخلاء القسري لمجمع الشفاء، ولكن اليوم هناك كوارث أكبر من الإخلاء القسري لمجمع الشفاء، هو المذابح التي ارتكبت في مدرستي في مدرسة الفخورة التابعة لقيادة جوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنور، وفي شمال غزة في جباليا، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات، وأيضا في منطقة تل الزعتر في أيضا جباليا، والقصف المتواصل للمنازل جباليا. يعني لمن لا يعلم، هي واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا، ليس في غزة فقط وإنما في العالم، مخيم صغير يسكنه أكثر من 100,000
علاوة على منطقة تجاورهم كان يعد أحد معاقل المقاومة ومعاقل الصمود، ولكن إسرائيل لكي تكسره لم تواجهه وجها لوجه، لم تحاول أن تقتحمه لا بالدبابات ولا بالمشاة، وإنما فضلت أن تقصفه بأسوأ القنابل في العالم وأشدها، قنابل يعني تصل إلى أطنان على مدى 3 أسابيع يعني الأخيرة قطفت جباليا بعشرات الأطنان من المتفجرات. اليوم ارتكبت مذابح يعني بما فيها مدرسة، يعني كل هذا يثير الغضب في الشارع المصري، يثير الغضب على كل المستويات، ويثير الغضب أيضا من الولايات المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي، يعني فأصحاب القرار على المستوى الدولي يتواطؤون مع إسرائيل حتى وإن تظاهروا بأنهم ينتقدون ما يحدث. ما حدث في مستشفى الشفاء لم يحدث من قبل حتى خلال الحرب العالمية الثانية أو خلال أي مواجهة، لم يحدث أن جرى إجبار يعني مستشفى على الإخلاء تماما. وهذا المستشفى الذي يوجد به مئات المصابين ومئات الجرحى ومئات المرضى والأطفال الخدج و طيب أستاذ أشرف، أستاذ أشرف تسمعني، لما لم تتفق الحكومة المصرية بنقل التفضلت به من جرحى ومصابين وأطفال خدج، بما أنه هي الدولة القريبة على معبر رفح، لما لم تكن هناك تعاون أو ممكن مفاوضات حول هذا الموضوع؟ اليوم الشارع العربي يلين مصر، يعني مصر هي الآن هي مصر هي المفروض هي أقرب الناس ممكن تأخذ الجرحى، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أولا هذا كلام غير صحيح، لأن المستشفيات المصرية مفتوحة والمستشفى الميداني المصري مفتوح، ولكن إسرائيل لا تسمح لهم بالخروج، من يتحرك يقصف ويقومون بتفتيش الناس، وفي أحيان كثيرة لا يقبلونهم على حتى إذا سمحوا لهم بالخروج في اتجاه الجنوب يصلوا إلى منطقة معينة ثم لا يسمح لهم بالتحرك. إسرائيل تقصف كل شيء يتحرك على الأرض، شمال معبر رفح في داخل غزة، والأمور ليست بالشكل الذي تتصورونه، ليست يعني مصر تستطيع أن تدخل ما تشاء من السلع والمواد الإنسانية من المعبر، لكن من سيتسلمه في الطرف الآخر؟ لا يوجد أحد يستطيع أن يصل ليحصل على أو ليتسلم المساعدات، والطرق حتى تضرب. يعني منذ أسبوعين تقريبا خرجت سيارات الإسعاف بتنسيق دولي من مستشفى الشفا في طريقها إلى رفح، فقطعت إسرائيل عليها الطريق، فعادت السيارات في اتجاه مستشفى الشفا فقصفت على مدخل المستشفى. يعني الناس يتخيلون أن الأمور سالكة، لا يوجد شيء سالك في غزة، أنتم لا تعرفون جغرافيا غزة ولا تعرفون أن فقط طريقين يربطان مدينة غزة بالجنوب، هما طريق الرشيد وطريق صلاح الدين، والقوات الإسرائيلية تقطع الطرفين الطريقين ولا تسمح للناس إلا بالمرور فرادى على أقدامهم، وهم يرفعون الأعلام البيضاء، فتقوم بتفتيش الشباب والجميع، ويعني تعتقل من تعتقل وتقتل من تقتل. إذا مسألة أن يصل الناس إلى المعبر هذه مسألة شبه مستحيلة. طيب أستاذ أشرف أبو الهول محلل سياسي من مصر، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو أستاذ حسين الكناني. تفضل أستاذ أشرف بالقول بأنه كل ما يخرج اليوم عبر المعبر أو محاولات للإغاثة والمستشفيات المصرية مفتوحة يتعرض لقصف الكيان الصهيوني، هل في من حل آخر؟ بما أنه أنت من المحللين السياسيين ممكن ننطي حلول، ممكن نساعد في وصول إلى حل. يعني ما دام الكيان الصهيوني يستخدم الآلة العسكرية ويفرض الحلول، لا أحد يستطيع أن يتحرك، حتى الأمم المتحدة الآن هي عاجزة، الأونروا قصفت أكثر من مرة، وبالتالي أعتقد أنه يعني
الاستهتار والاستخفاف الكيان الصهيوني بالأنظمة الدولية وبأرواح المدنيين هو ما يؤزم الموقف. واليوم نشاهد يعني لا يسمح لمرور أي شاحنة إلا بعد أخذ الموافقة والإجازة من قبل الكيان الصهيوني. بالتالي يجب على المجتمع الدولي وعلى الدول العربية أن تكون أكثر صرامة من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أولا ومن ثم الكيان الصهيوني، حتى لا نشهد كارثة إنسانية بحق أهالي غزة. اليوم هنالك تحذيرات، خروج المستشفيات عن الخدمة يشكل خطر كبير على الصحة في هذه في يعني على الصحة العامة في 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 غزة، واحتمالية أن تنشأ الأوبئة خصوصا مع حجم كبير من المصابين والشح الكبير في المياه وفي العلاج. خرجت هذه المستشفيات وأصبحت لا تقدم حتى الحد الأدنى من الخدمة، وإنما فقط مجرد نقطة تنقل إليها الجثث ونقطة صحية ممكن أن تنقل إليها بعض المصابين، وبالتالي هي خرجت عن الخدمة بشكل واضح. اليوم يحاول الكيان عندما يقوم بهذه الجرائم كما ذكرنا في بداية الحلقة هو من أجل التهجير القسري لأهالي غزة باتجاه سيناء، وأيضا حتى بالنسبة للجانب المصري هو متخوف بشكل كبير أن يتم بدفع هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين نحو الحدود مع سيناء، وبالتالي تعتبر يعني أن تنتقل المواجهة بين مصر والكيان الصهيوني على هذه المرحلة في غاية الخطورة بالنسبة للمصريين، وهذا ما حذروه أكثر من مرة أنه يشعرون بالقلق الكبير من احتمالية تنفيذ مخطط صفقة القرن ومحاولة تهجير أهالي غزة نحو سيناء. هذا يعتبر في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة للحكومة المصرية، وأيضا الحكومة الأردنية أيضا تعاني نفس المشكلة. والغريب أن هذه الدولتان هم من أول الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، وهم الآن في غاية الخطورة على أمنهم وعلى مصالحهم الجغرافية، واحتمالية أن تنفذ على أراضيهم مخططات تهجير وتصفية القضية الفلسطينية. طيب أنتقل إلى أستاذ حسان. أستاذ حسين قال أنه لا يوجد حل حاليا مدام الكيان الصهيوني يستهدف. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال في قمة الرياض الحل الوحيد هو المقاومة، ما هو رأيك في دقيقة؟ أنا باعتقادي نحن أصلا هو العنصر الأهم في هذه المرحلة هو مسألة الدعم والمساندة من قبل محور المقاومة. المؤسف باللي قاله الأخ من مصر، هذه الدولة الكبرى في الوطن العربي هي أكثر من 120 مليون نسمة، وهناك قيادة وجيش يتغنون به، وهناك أسلحة كثيرة في هذه الدول العربية. لماذا الأسلحة تخزن؟ لأن تصبح أو لمواجهة الدول العربية بعضها البعض؟ لماذا لا تستخدم الآن؟ أنا باعتقادي اليوم حركة طوفان الأقصى وحركة الناس ما قدمته للأمة العربية والإسلامية يجب أن يرفع الرأس، يجب أن تكون هذه المقاومة هي طليعة التقدم باتجاه تحرير فلسطين، وليستثمروا بهذه القوة اليوم قبل الغد، وإلا سوف يكونون هؤلاء بمزبلة التاريخ. هل يعقل دولة كمصر لا تستطيع أن تذهب باتجاه معبر رفح اللي هو معبر مصري فلسطيني وأن تسمح للعدو الإسرائيلي بأن يفتش الشاحنات؟ نعم. إذن أستاذ حسان دهمنا الوقت للأسف دهمنا الوقت وللأسف نحن نحاول أن نجد الحلول. الحل الوحيد هو في المقاومة، ممكن أن تضغط المقاومة على الكيان الصهيوني ومن بعد ذلك يقبل بالهدن وممكن الوصول إلى حل أو بعض الأمن، لأن بعد قبل دقائق استهدفت مدرسة الفاخورة وتل الزعتر وقتل 200 شخص. إذن لا يوجد مكان آمن، حتى الذين نزحوا الآن هم لا يوجد لهم مكان آمن. ختاما أنا أكيد أشكركم أستاذ حسين الكناني عضو مركز الهدف للتحليل السياسي، وأكيد أشكر الأستاذ حسان ليان كاتب محلل سياسي من لبنان، وأشكر أشرف أبو الهول محلل سياسي من مصر. ختاما تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.